فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أكدتم حفظكم الله على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك. سؤاله: من قدر على الذهاب إلى أماكن المنكرات وإنكاره بلسانه، فهل تبرأ ذمته بعدم الذهاب والاكتفاء بالإنكار بالقلب؟ لا، اللي يقدر على البيان باللسان ما تبرأ ذمته، يذهب ويبين ويدعو إلى الله. لكن لو منع أو ما كان عنده علم فهذا معذور، ينكر المنكر بقلبه. أما اللي عنده علم ويقدر على الدعوة وعلى الإنكار ما يسعه السكوت، يبين للناس، ينصحهم، يبين لهم، يعظهم، يذكرهم. نعم.